علي معلول اللي قاعد يعمل فيه في الاهلي يظهر لي باش يعيش لسنوات حتى بعد ما يبطل الكوره، معناها باش يكون ممكن يسمعوني المساروة، اما لازم يكون ايكون كما في فتره من الفترات كان بوتريكا وكان حسام حسن وكان على فارق انه الاخر مصري ومهاجم وغيره، لكن انك مدافع ايسر في بوست كيما هذاك وتعمل اللي تعمل فيه على والاستمراريه على مده 5-6 مواسم، ما فماش اجانب برشا عملوها في الاهلي باستثناء يظهر لي جيلبرتو ولافونسونتر بدا يطيح على جيلبرتو شويه ولافونسونتر الاخر معناها نحكي على الاجانب في المركز هذاك جيلبرتو هو تخلى التاريخ تاع النادي الاهلي هذا هو معناها بايجاز واصبح رمز من رموز تاريخ نادي الاهلي حبه من حبه وكره من كره علي معلول ولو معناها المباراه اتسمت وتميزت بتواجد ثلاثه تونسيين اليوم مشكور اليوم كما قال مكلوتي معلول الجزائري ثلاثه مغاربه اليوم بدر بنون ومحمد اوناجيم واشرف بن شرقي معناها سته في 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 مهرجان كروي من كل النواحي وقت تكلمنا مره اخرى كلهم هذوما دوليين كلهم دوليين يعني باش نوريك الانتدابات المدربين كابتن والمدربين بيتسو موسيماني اي وعند كارتيرا قداش يخلصوا من اغلى المدربين في العالم العربي قداش يخلصوا ماني باش يلزم الناس في تونس تفهم اللي رانا فاتونا وطاروا بينا الجيتار قال طاروا بينا وقت نتكلموا يقول لي ليه احنا الشامبيونز ليغ نتكلم فيك على الاهلي او الزمالك او كمؤسسه وكاستراتيجيه ناس تتحضر في 2050 وادخلوا على نادي الاهلي وشوفوا ناس طارت والاهلي مش طارت طارت بالناس الكل وتقدمت على الناس الكل ودخلت من باب الكبير العالم الاحترافي الحقيقي الاستثماري كذا نعطيك نكته كابتن